النساء والأطفال يجلجل ويهز الأرض غضبا منددا مستنكرا ناقما رافضا لما حصل في الوطن من تدمير وقتل وتفجير لكل شيء جميل فيه على يد العدوان الوحشي الذميم. آلاف النساء خرجنا في اليوم الثاني للهدنة المشروطة في وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، داعيات الضمائر الحية الالتفات إلى أبناء اليمن الذين انتهك العدوان السعودي حقوقهم التي كفلتها الدساتير والأعراف الدولية. نناشد الأمم المتحدة كونها منظمة أممية وعلى رأس المنظمات الدولية، ونناشد كل المنظمات الدولية وكل أحرار العالم، نقول لهم إذا كان هناك نوع من التطلع إلى حقوق الإنسان كما تدعون وكما تزعمون، فانظروا إلى ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من انتهاك صارخ في حقوق الإنسان، وبالأخص النساء والأطفال الذين يموتوا تحت الأنقاض. حرمونا من الأمن والأمان، ننام على أصوات الانفجارات ونصحو على أصوات الانفجارات، حرمونا من المدارس وهناك عشرات النازحين. العدوان السعودي الغاشم هم الذين يزعجون ونحن نامن، فما ذنبنا؟ المحتجات أكدنا في رسالة وجهناها للأمين العام للأمم المتحدة على دور المرأة في مواجهة العدوان السعودي الغاشم رغم القتل والتنكيل بحقهن منذ شن العدوان على اليمن غاراته والتي راح ضحيته نحو 2000 امرأة بين شهيدة وجريحة، وضرورة الالتفات إلى اليمن الذي لا يزال يعاني من العدوان السعودي. السيدة الأمين العام، السادة أعضاء مجلس الأمن، نناشد فيكم إنسانيتكم بالالتفات إلى حقوق الطفولة في الحياة والعيش الكريم، حيث تسبب هذا العدوان الظالم في حرمان أكثر من 1,000,000 طفل من مدارسهم، وتعرضوا للأزمات النفسية وسوء التغذية، وقتل الكثير منهم بدم بارد بسبب وحشية هذا العدوان الذي لا نزال نتعرض له حتى اليوم أرضا وإنسانا. وعليه فإننا نساء وأطفال اليمن نؤكد ما يلي: أولا، نطالب بشدة وقف العدوان الهمجي الغاشم وغير المبرر الذي يتعرض له شعبنا اليمني. ثانيا، نطالبكم بالقيام بمسؤولياتكم بفك الحصار الجوي والبري والبحري لضمان وصول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتسهيل عودة جميع العالقين في دول العالم، خاصة أنهم يعانون من تعامل غير إنساني في بعض الدول. المشاركة في الدفاع عن الوطن سواء بالقول أو الفعل، بالسلاح أو بالكلمة، واجب مفروض على كل مواطن يمني غيور على وطنه وأرضه وعرضه. لعل هذه الوقفة أحد أساليب الضغط على المجتمع الدولي للتحرك الجاد وإنقاذ اليمن من وضعه المأساوي. خرجنا ضد العدوان السعودي على اليمن، قتلوا الأطفال والنساء بغير أي ذنب. حرمونا من مدارسنا وأصبحت فيها عشرات النازحين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وحتى وهم قتلوا أطفالنا ونساءنا. بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب قتلت هذه الأطفال والنساء؟ إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي الجديد أمامه مهمة كبيرة وتركة طويلة خلفها العدوان السعودي الغاشم على اليمن، فهل ستسمع هذه الأصوات المجلجلة أم أن العدوان سيعاود غاراته التي أحرق النسل والحرث؟ القيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء.